السلام عليكم متابعي قناة أحداث وحقائق. لاقت ألعاب الفيديو منذ بداية ظهورها إعجابا ومحبة الكثير من الناس، ومع تطور التقنية وصدور ألعاب جديدة أصبحت الألعاب القديمة مهملة. ولكن مع ذلك ألعاب الثمانينات أو التسعينات كانت تحمل شيئا غريبا بداخلها، جعلتها تصبح جزءا لا يتجزأ من طفولتنا، على الرغم من أن هذه الألعاب هزمتنا جميعا وتركتنا في مرحلة معينة من طفولتنا في حالة من الغضب الهستيري منها، إلا أنها تبقى ذكرى جميلة لا تنسى. في هذه الحلقة سنعرض عليكم 6 ألعاب فيديو قديمة هزمتنا جميعا، ابقوا معنا. لعبة كونترا. لعبة كونترا أطلقتها شركة كونامي في 20 فبراير عام 1987، وتم إصدار نسخة منزلية لنظام نينتندو عام 1988 بالإضافة إلى نسخة مخصصة للحاسوب. ولا بد لأكثر الأشخاص الذين يتابعون هذا المقطع أنهم لعبوا بهذه اللعبة مرة على الأقل في حياتهم، وهي لعبة ديناميكية حربية تعتمد على منظور ثنائي الأبعاد بخلفية متحركة. وعلى الرغم من أنها لعبة كانت ممتعة جدا لجيل التسعينيات، إلا أنها تستفز اللاعبين إلى أقصى الحدود، وتتطلب منهم مهارة وتركيزا عاليا للتحكم بعصا اللعب من أجل اجتياز المراحل والفوز بها. وقد تتفاجأ أنها كانت سببا رئيسيا في تحطيم العديد من منصات ألعاب الفيديو، إذ غالبا ما تهزمك هذه اللعبة وتجعلك عاجزا عن الفوز بها. لعبة Getting Over It. هذه اللعبة أصبحت شهيرة جدا بسبب الإحباط الذي تصيب به اللاعب أثناء اللعب بها، وهي ليست باللعبة القديمة، ولكن شكلها يوحي بأنها من جيل التسعينيات، إلا أنه تم تطويرها في أكتوبر من العام 2017 من قبل شركة فودي، وقام بتحميلها أكثر من 2,700,000 لاعب حول العالم. تدور أحداث اللعبة حول رجل صامت يدعى ديوجنز، عالقا في مرجل ويمسك بمطرقة ثقيلة التي يستخدمها لإمساك الأشياء وتحريك نفسه من أجل تسلق جبل شديد الانحدار. وأثناء اللعب تسمع مؤثرات صوتية وتعليقات تحثك على المتابعة وعدم الفشل، وتزداد اللعبة صعوبة في ظل تقدم اللاعب إلى أعلى الجبل. ولكن إذا فشلت عليك اللعب من جديد، وتنتهي اللعبة عندما يصل اللاعب إلى أعلى نقطة في الخريطة ثم يدخل إلى الفضاء. لعبة جوجل تيركس. قامت جوجل باقتباس فكرة لعبتها الشهيرة في متصفح جوجل من أفكار الألعاب القديمة في التسعينيات، والتي تعتمد على القفز والمغامرة واجتياز الحواجز. تظهر هذه اللعبة عند فقدان إشارة الاتصال بالإنترنت في متصفح كروم، وذلك لمساعدتك وتسليتك في الفترة التي يفقد فيها حاسوبك الاتصال بالإنترنت. لبدء اللعبة كل ما عليك هو الضغط على زر المسافة سبيس في لوحة المفاتيح ليقفز الديناصور على الفور، ومن ثم يظهر مسار ركض في نفس صفحة فقدان الاتصال بالإنترنت، وكل ما يحتاجه المستخدم هو تجنب الاصطدام بأي حاجز لإتمام اللعبة والوصول إلى أعلى النقاط عن طريق القفز بواسطة زر المسافة. قد يبدو لك في البداية على أن هذه اللعبة بسيطة، ولكن ما هي إلا فترة حتى تتأكد أن هذه اللعبة صعبة المنال. لعبة ماريو الشهيرة. ماريو هي شخصية خيالية من أهم شخصيات ألعاب الفيديو، التي تمثلت في لعبة سوبر ماريو من تأليف مصمم الألعاب الياباني شيجيرو مياموتو وإنتاج شركة نينتندو. هذه اللعبة هي أشهر لعبة في العالم ويعلمها الجميع، ولا حاجة لشرح كيفية اللعب بها، ولكن ما تحمله من جولات وتحديات جعلت أكثر من 2,000,000,000 لاعب حول العالم يعشقونها، وبالأخص أنها هزمت أكثر اللاعبين حرفية في العالم وجعلتهم يقضون آلاف الساعات من حياتهم لاجتياز جميع مراحلها. والشيء المؤكد أن أغلب جيل التسعينيات قد جربوها مرة على الأقل في حياتهم.
لعبة باكمان. لعبة باكمان هي لعبة تصنف من ألعاب أركيد، تم تطويرها من قبل شركة نامكو، وصدرت لأول مرة في اليابان عام 1980، وهي لعبة واسعة الانتشار والشهرة منذ صدورها حتى يومنا هذا. وتعتبر باكمان واحدة من ألعاب الفيديو التقليدية في العالم، وهي مثال حي لثقافة جيل الثمانين. كانت اللعبة ظاهرة اجتماعية في وقت صدورها في اليابان، كذلك الأمر في الولايات المتحدة، فقد تم بيع العديد من المنتجات الترويجية لها، وصنع لها مسلسل رسوم متحركة، بالإضافة إلى أغنية احتلت الصدارة في قائمة الأربعين، ولقد طورت من البعد التقليدي إلى الرسم الثلاثي الأبعاد. ومن أجل الفوز بها عليك الهرب من الأيقونات التي تطاردك، إلى أن تأخذ أحد عناصر القوة فتصبح هذه الأيقونات باللون الأزرق فتهرب هي منك. لعبة الطائر المرفرف فلابي بيرد. وهي ليست من الألعاب القديمة، ولكن تم تصميمها بجو التسعينيات، وهي لعبة كانت تلعب على الأجهزة الذكية فقط. هذه اللعبة تكمن في محاولة السيطرة على طير ذي شفاه كبيرة من أجل تمريره بين الأنابيب. قد يبدو هذا الأمر سهلاً، إنما هو في الواقع معقدا للغاية، وقد أضيف تحديثا واحدا فقط بعد مدة قليلة من إصدار اللعبة، تم فيه إضافة طيور وأوقات عشوائية. هذه اللعبة من ابتكار ناجوين هادونغ، وقد جذبت هذه اللعبة الملايين من اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وكان التطبيق الأكثر تحميلا على متجر أبل في 100 دولة. إلا أن دوينغ ناجوين مطور اللعبة قرر سحبها من المتاجر الخاصة بالهواتف والأجهزة الذكية، ولا تزال الأسباب غامضة، على الرغم من أنه كان يتقاضى $50,000 يوميا من عائدات الإعلانات فقط. ومع سحب اللعبة ترك دونغ الآلاف من محبي اللعبة يشتكون، لكن تبين مؤخرا أن هناك حلا للموضوع، إذ قرر العديد من الناس اللجوء إلى موقع إي باي، وذلك لبيع هواتفهم التي سبق وتم تثبيت اللعبة عليها بأسعار تراوحت ما بين 300 إلى $100,000 أمريكي لجهاز آيفون S5.